بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة. أن الله يغفر لنا ذنوبنا ويستر لنا عيوبنا وتقبل منا جميع صالح أعمالنا وجعلنا من أهل العلم ظاهرا وباطنا في خير لطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد واسلك بنا رب خير مهيا يا ربي صل على محمد واسلك بنا رب خير مهيا يا ربي صل على صلي على محمد
صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فإن تولوا
تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. السلام عليك زائنا الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زائنا الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام على شفاعي في القيامة. السلام عليك.
الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله وسلم عليه. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا. صلى الله عليه. إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله عليه. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. صلى الله عليه. مع آلك الأطهار مع دين سرك الأسمى فهم سفن النجاة همانا. صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. صلى الله عليه. والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا. صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بهن تعشوا وأذهب رانا. صلى الله عليه. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوان. صلى الله عليه. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان. صلى الله عليه. وانصد إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي بالمصطفى بلغ ما قصيدنا واغفر لنا ما مضى مصطفى بلغ ما قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما أغني من أمل غدوني سواك عند رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي
صحبي صلاة منك دائمة على النبي بنون هل ومنسجم والآل والصحب كلهم من تغني عين أغلاهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ما رنا حتى عذاب البغل ريح صابا وأطراب العيسى للعيس بالنرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره عظيم به منانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغضوا به فرهانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشهرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفض من غفلة عن ذا وكن يقضانا صلى الله عليه وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزها أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإلهي أصانا صلى الله عليه فخره الله وما هو اختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتنظير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
اجعل المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرج إلهي درا قبل الفناء والهلاك يا عمود يا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سور ربي استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل كروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إذا دان الانصرار وهنا ميل الإمام وزاد رشع الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عنا المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله سلم عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه.
هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا صلى الله عليه حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخر قبانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيري ولأولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد هباك الله منه هنانا صلى الله عليه ولسوف يؤتيك فترضى جل من مؤتي تقاصر أن أعطاه نهانا صلى الله عليه بالله كر الذكرى وصف محمد كيما تسيها عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه إني لم كسم جنتا سبتا بغن كرما نلتا اندل لم مسجي مدينة يبلو جغيا ستياب أليا لغبي برسان جربا Cahaya jauh di mata
berpun di kita supaya hati gembira. Salatullahi ma'alah al-kawakim alah mad khayri marakim an-najahim hada hadis عليه.
لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. عملت فيه الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المصون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قزي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعجز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت فيه آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالظهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه. وقبيل فجر أبرز الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشافى صاحب القدر المرافع فمنى النور النواهي برسول الله أما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك
الشرك تصدى ودنا وقت الهداية برسول الله وهم الكفر تزازى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة برسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تهزى وينادون ترى ما قد دهى من حول الأعضاء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله وتنادى شفعة شفاعة فعليك الله صلى ما بنى نور وشاشا طلع البدر علينا من ثني الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا وبك الرحمن نسأل وإلى شملنا بالمصطفى أجمع صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله
شفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله واحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الله تغشى وله الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد قرى وآل وصحاب ما سنشع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه ألنك إن دنيا يدوبيني أن لدفاك كتاتك وجامو kan pasti mengalir air mataku ke lapangan ketenanganmu alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku kucuk tanganmu moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu ya Rasulullah ya Habiballah tak pernah ku tatap wajahmu ya Rasulullah kami rindu padamu Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku dekap dirimu tiada kata yang dapat aku ucapkan hanya Tuhan saja yang tahu Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli
محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم